يا مرحبا باسم ربعي حرب شقم الحريب ماضي وحاضر وحرب تشرف افعالا قالوا محمد وقلت ابعد وإله وقريب صحيح الأيام ما تبقى على حالها دام البقاء والوفاء والطيب ما هو غريب يا شاعر يحتم الكلمة لي يا قالا أنت أهلي أني أقرب تنزود الطيب طيب أحمولي تبغى أجمل يبرك ويشتالها ذي بن عواثم جاوب للثمانين ذيب جات الذيابه جميع وجابت عيالها ولا غدا لي ذهيب ولا غدا لك ذهيب عقل ذلولك هناك وجود عقالها المشكلة وقعت الذيب الحذر فالقليب والليلة اللي سارها ما له ما لا حلوها وانا تعجبت من معتق وشيء عجيب لكن قلت الطيور تعانق اشكالها كي دمتها في سمن ولا حليب حنا ما نبغى الكرامة عندك لحالها قدام نضرب على الديرة وهلها صليب عسى جهينا تدور راي عقالها
خلوها تقبل الليل صيبك يا العياض يجيب ما ودي انك طالعت بحال يرثالا الله ما هي برغبتك وانت مبتعد فالغصيب فديرها اللي يحصاها يعرف جبالها هو عندي ولا عندك البيت الله عاشو عاشو الو ترسل رسايل ومرسالك ردي يا نصيب مردا من رسالتك يا غار مرسالها أعرف ذاك الجبل وأعرف ذاك الشعيب ولو بها عز يذكر عزة رجالها تصيح من جرحك اللي حار فيها الطبيب في ساعة حاذف غترتك وعقالها في كلمة شيبت عارضك قبل المشيب ولا راجع جيل ما انت حول فنجالها ما غير جرح الهوى أظن ما هو بعيب ترى الهوى ناس واجد وش سوى لها أما الكباير ما تهرج فالكلام المصيب تطلع من البيت وأنت تلاعب أطفالها والله لا فارس النشمي ولا أنت حبيب اللي نكبر روضة على أطفال جهالها